برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين لرئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته 11 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث أحال المجلس عدة مشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة بشأن قانون العمل والتصديق على عدة اتفاقيات دولية، وكذلك بشأن قانون العقوبات وقانون الطفل والميزانية العامة ورعاية وتشغيل المعاقين وغيرها. وفي بند المشاريع بقوانين، على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وافق كذلك على إصدار بيان بشأن قرار عدم تجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل الفلسطينية. وأحال المجلس اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية للمتوفى الذي يعيل أسرة فقيرة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. اليوم أجبنا على ثلاثة أسئلة من ثلاثة نواب، طبعا محتواها الاستفسار عن الدوائر، عدد الطلبات وعدد الطلبات اللي تم تلبيتها خلال الفترات، وأيضا إذا كان في مشاريع في حدود المناطق هذه. طبعا احنا خدناها فرصة في الحقيقة أن بينا ما أنجزته وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية، ونتيجة عوامل عديدة من أهمها طبعا الدعم الكبير اللي يحظى به الملف الإسكاني من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة. أهم شيء كان مجالس البلدية، حيث أنه يعني حاليا القانون لا يسمح بالتصويت للمجالس البلدية خارج البحرين، وتمت الموافقة المبدئية على المشروع وتم إحالته إلى اللجنة أيضا لمزيد من الدراسة. أما المشروع الثاني هو اتفاقية الطيران بين مملكة البحرين ومملكة المغربية، حيث يتم هناك إن شاء الله تسيير طيران ورحلات بين البحرين ومملكة المغربية. أما الموضوع الثالث هو موضوع البيئة، يتعلق بالبيئة، وقد تم تقديم ثلاث مشاريع من قبل مجلس الشورى.